عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. رواه مسلم. اي حبيبي، حياك الله حياك الله. تفضل حبيبي تفضل. اسف على التاخير. اسف انا اسف. تفضل حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا وياك سعيد فرحان سعيد من بنك السعاده. اول شيء خليني اعطيك نبذه بسيطه عن بنكنا. بنكنا اهدافه الرئيسيه هي ادخال السعاده الى بيتك. شلون؟ انا اقول لك شلون حبيبي. كل احتياجاتك احنا نلبي لك اياها، زائد نخليك شوية تعيش رفاهية اكثر من الموجودة عندك. طبعا شوف، احنا هالفترة هذه مسوين قروض، وقرضنا 100 ضعف الراتب، وانا ما راح اخليها 100، راح اخلي لك اياها 120، بس هذه بيني وبينك وما احب احد يعرف عنها. وفوق هذا معاملتنا تخلص بخمس دقائق. انت تستاهل، انا راح اسوي لك اياها باربع دقائق ونص. احنا للحين ما خلصنا. حاب تكون عندك سيارة مثل هذه؟ اذا كنت من عشاق البحر، ما ودك يوم من الايام يكون عندك يخت مثل هذا؟ اذا كنت تحب السياكل يعني مثل الشباب، وما شاء الله عليك شباب، يكون عندك سيكل؟ وهذه معاملتك جاهزة، نبي منك بس توقيع حبيبي. تفضل وقع لي هني. الله يخليك. وبعد هني، وهذه بعد. أتأسف تعبتك. وبعد هذه ما في مشكلة، بعد واحدة حبيبي. حبيبي الله يخليك حبيبي، تسلم لي ايدك. ممتاز حبيبي، حياك الله حياك الله حياك الله حياك الله حبيبي. الو، هلا طال عمرك. هذا الخامس جاي ماخذ قرض من عندك ان شاء الله. لا بس انا بصراحه زعلان عليك. انا عمولتي ما تكون نفسهم، يعني الشباب اللي عندك قاعد يجيبوا لك باليوم واحد اثنين، انا اليوم خمسه. يعني استاهل حبيبي حبيبي. الله يطول عمرك. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة.
رواه ابن ماجة والحاكم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه أبو يعلى والحاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.